انت متأكد يا تيربو ان المصحة دي كويسة؟ لا طبعا يا عم، في ايه؟ سمعتها كويسة اوي، كل الناس بيشكروا فيها. هي بس فيها مشكلة واحدة بس، حرقها شويتين. مش مهم الفلوس، المهم الواد يخف ويريح كرمه شوية من قرفه. انا بس خايف من حاجة واحدة، خايف الواد ده واحدة بين اصحابه وبنجرجره كده يعمل لنا مشاكل، خايف يلم علينا الدنيا فتح ويفضحنا. جمد قلبك انت بس، انت هتستناني جنب العربيه وانا هخش ادحلبه بكلمتين لغايه ما اركبه العربيه وبعدين نطلع على المصحه على طول. ماشي يا فتحي، اياك بس ما اصلكش. متقلقش. ازيك يا حاتم؟ باشا، ايه الاخبار؟ الحمد لله. معلش انا عارف ان انا بتقل عليك، بس هي الظروف. طب حصلني على العربيه. العربيه؟ اشمعنى؟ انت مش بتقول الظروف ولا استغنيت؟ لا استغنيت ايه؟ وراك. نظام يا فتحي باشا، ايه اللي بيحصل ده؟ فين الفلوس؟ هنروح مشوار صغير كده، اجيب قرشين واديك اللي انت عايزه. ماشي. انت واخدني على فين؟ نزلني يا فتحي. يا ابني اهدى بقى. نزلني. ايه انتوا عايزين مني ايه؟ اسمع يا حاتم، لو طلعت حسك هقتلك وتويك، انت فاهم؟ ماشي يا فتحي، بس ممكن اعرف بس انتوا واخديني على فين؟ يا ابني هنكون خاطفينك، يعني هنخطف واحد زيك نعمل بيه؟ مدمن ومتنايل على عين اهله. اهدى بقى خلاص، انت بتقول يا تركب معانا العربيه؟